اليوم النارة غلبتني، لا الخشب راضي يطق معي، يعني ها شوية بدي اضطر احطها زي ما هي، وهذا وضعي معتقن من اول. دائما النار بتمشي معاي زي الحلاوة، اليوم مع انه الجو لايق يعني بصراحة غلبتني. في شغلات بالحياة بتغلب وبتلاقيها دقرت معك وبطلت يعني تزبط، هاي تكتكت من كثر ما ولعت حرايق، هاي بنقولها شراقة. شوف شلون استوت، بدي اشوف لي شغلة ثانية، تنكة زيت افضيها ولا سلات. المهم مش موضوعنا، الله يعطيك العافية انت يا شراقة، ما قصرتي الصحيح. وبتلاقيها مرات سهلة وبعدين بتصير صعبة، هيش طبيعة الحياة. فأنت يا بعد قلبي لابد أنك تمر بصعوبات بمصاعب في الحياة، لابد. لا تقول ليش يعني هيك تطلع علي، أنت تقول لي لا يا أبو أحمد والله في ناس متنعمين وهم سائلين عن الدنيا، لا لا لا، هذول كمان عندهم مشاكل زي ما بقول لك. خليني أشيب الشبك، بس الشبك هاي هو الشبك يا بي. جماعة والله مليون مرة قلت لكم قولوا لي وين الشبك، أني بنسى، من الناس اللي بضيع بسرعة بنسى. وهاي الغطا هيك. النارات مش كيفات، مش زي ما بدي، في إشي غلط، في إشي غلط، في إشي إيش مش مزبوط، في إشي مش مزبوط. المهم الحياة كلها مصاعب وكلها مشاكل، وحتى لو مريت بمراحل هادئة وكويسة وماشي الأمور معك ودائما بتسويها كل يوم أو كل شهر أو كل سنة، يعني في روتين، نوع من الروتين، وماشي الأمور معك حلاوة، إلا ما يجيك يوم حتى الأشياء اللي أنت متعود عليها إنها إشي عادي تغلبك وتضايقك. إحنا أخذنا النار على مستوى بسيط وهي فعلا غلبتني، مش يعني مشان أدخل على الموضوع، لا لا، هي فعلا غلبتني، بس بترد بتطلع كويسة، ما بتنسى صاحبها. بدي أقول لك إنه الدنيا زي توليعة النار، مرة بسرعة ومرة بتقرفك. جيب المجرود. سبحان الله، رحت أجيب المجرود مشان أهوي، اطلع زبطت. مرات بتواجهك مشكلة أنت وبتحس انه خلاص مش راح تزبط الامور، وبعدين تزبط، بس بدك تتعب عليها، صح ولا لا؟ اذا اني غلطان قل لي، يعني حتى لو انت واثق من نفسك والشغله بتسويها كل يوم زي سلافتي هاي مع النارات، بعدين الخبره بتلعب دور. اما واحد غير مثلا غير اي جديد على الصنعه او الشغله، قد يستسلم، قد يستسلم في بادئ الأمر من أي شيء في الحياة، قد يستسلم لأنه ما عنده خبرة بالحياة. ولذلك الناس اللي بتعمل شغلات جديدة أنا بنصحهم أنه يثابر ويستمر، خاصة إذا كان الأمر جديد عليه، ما يخلي الفشل محبط ومثبط يعني للسلافة اللي بده يسولفه أو العمل اللي بده يعمله. العب. نرجع لموضوعنا، في ناس بتقول لك يا أبو أحمد والله عندي يعني حالة من القلق والخوف ومش عارف ليش، يعني هو بيشتغل وأموره كويسة والحياة بجوز ماشي معاه مليحة، جتني يعني رسائل، بس بقول لك أنا بشعر بالخوف وبالقلق والخوف من المستقبل والارتباك وبحس بكثير. والله يعني بقول يعني هاي السوالف، يعني كل إنسان بجوز بيختلف عن إنسان ثاني، كل إنسان بيختلف عن إنسان ثاني أكيد، لأنه الدوافع اللي بتخليك يسبب لك القلق والخوف كثيرة. في ناس يعني أول أنت ما تفكر، إذا زلمة بقول لك أو فتاة يعني من البالغين بقول لك أنه أنا بشعر حالي من الخوف والقلق، أول ما تسأل اسأل عن طفولته،
اسأل عن طفولته، هل طفولته كانت صعبة؟ بمعنى كان ينضرب كثير، كان يهان كثير، كان يواجه مشاكل كثير من أبوه، من أمه، من أخوته، من المحيط، من المدرسة، من المجتمع. اسأل دائما عن الطفولة، لأن هي اللي بتأثر بشغلات كثير نفسية لما تصير أنت يعني شاب أو شابة، فتاة يعني. دائما فكر ولذلك المعالجين النفسيين، أو حتى أنا لما كنت بالعيادة في الجهاز الهضمي وعالج يعني بعض الأمور، دائما نسأل عن الطفولة، نسأل عن المراحل الأولى في الحياة، شو الصعاب اللي كانت فيها، إذا فيها أي إساءات ومن هذا النوع. ولذلك المصاعب لا تقتصر على أنه بس والله مش لاقي شغل، أو شغلي صعب، أو مشكلتي مع المدير عندي، أو مش ناجح بالقراية وجاء مشاكل القراية. لا 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 لا، مشاكل الحياة كثيرة، وكل واحد زي ما قلنا بفكر مشكلته أكبر مشكلة في الفيديوهات السابقة. طيب يا أبو أحمد، يعني شو اللي بدك توصله؟ اللي بدي أوصله، اسمع يا خالي باختصار شديد، ما في واحد بالدنيا إلا وعنده مشاكل، وانت اذا بتفكر انه الناس لا ما عندهاش مشاكل، بجوز مش على اطلاع. يعني انا من لما سويت الصفحة هاي وبجيني رسائل كثيرة، منها مدح وشكر، وفي ناس كثير ببعث لي مشاكل، يعني سواء عنده مشاكل نفسية او صحية او مادية او اجتماعية وغيره، ظنا منهم او حسن ظن منهم انه انا ممكن اساعدهم. في شغلات بقدر اساعد فيها، خاصة شغلات يعني اللي تتعلق بالجهاز الهضمي اللي بقدر أعطي نصائح فيها، واللي ربما بعض النصائح بتكون يعني جميلة وبتساعد، ومش كل الرسائل للأسف بقدر أشوف. توكل على الله واشتغل واعمل بغض النظر شو كانت المشكلة عندك أو الصعوبة اللي أنت بتواجهها، هل هي صعوبة مادية أم نفسية أم صحية أو أي شيء ثاني. فكل إنسان بقدر يساعد باستطاعته، وانت أول وآخر ساعد نفسك. إبريق الشاي غلي والنارات زبطن وحسنن وضحن مع أبو أحمد. مش معقول يتركن أبو أحمد زعلان، معقول؟ مش معقول، لأنه مستحيل مستحيل. خلينا أحط الشاي عليهم. ها شوف شوف، حتى ها إذا مبين عليك العجلة العجلة. ارجع أبو أحمد، عيد اللقطة عادي، ما يقع إبريق الشاي. ما هو مرة وقع أصلا واني بصور فيديو وخليت لك إياه، يعني ما بطلع لك انه والله كل شغلي متكتك ومرتب، لا لا عادي بتصير، بني ادم اني، مزبوط ولا لا؟ ها خلينا نشيل هذا هون هيك، هسه بنحط الشايات. هاي عرام بكفي لانه البريق نصه بس مش معبيه، وانا اللي بدي اشرب. بقول كمان شوي، ها خلي بحبه شوي ثقيل. وهاي نستخدم الخشبتين هيك، بعد ما نقع بس في اجاني ضيف برن على الجرس، بدي اصور لكم اياه مباشره. هسه حطينا الشيات، لا بعده هنروح افتح للضيف. اهلا وسهلا اهلا وسهلا، تفضل تفضل، قاعد اصور، تفضل تفضل. اهلا وسهلا، يا لابس لي بدلي، ضيف جاي لابس لي بدلي واني مولع له نار، شو اسوي له هذا؟ يلا اهلا وسهلا. خلاص كيف تصور انت صح؟ بدك تصور؟ لا المجتمع العربي كله يشوف. اهلا وسهلا يا حي الله، بس مرجيهم البدله مع الفحمات جاي، خلي يتملى فحم، شو بده اسوي له؟ ما بتفرقش معنا. احنا طعمينا القط وبدنا نورجي المتابعين الشايات، شايات دائما حشمات، اللي بصور الضيف او البدله. اهلا وسهلا، ها بسم الله. ها آه. روح يا معلم، ونقول بسم الله مية مية. السلام عليكم.